ما هي نقاط الاتفاق ما بين موسكو وطهران؟ النقاط المشتركة بينهما أن كل منهما يستهدف سياسة معاداه للولايات المتحدة وأيضا ربع الولايات المتحدة تريد أن تحد من المصالح الروسية وأيضا النفوذ الروسي. أيضا العلاقات بين روسيا وإيران استراتيجية ومهمة. وواشنطن سوف تستهدف البلدين لفترة طويلة. النقطة الثانية من روسيا وإيران دول جوار، دول كبرى، لديهما علاقات اقتصادية متطورة. روسيا تدعم إيران بالعديد من الآليات، وأيضا إيران تدعم روسيا بالزراعة وبمنتجات عدة وبالمسيرات، وأيضا سيكون هناك إمدادات من إيران لروسيا، لأن روسيا لديها كما نعرف العمليات العسكرية في أوكرانيا. روسيا وإيران حلفاء في سوريا، كلاهما تدعمان بشار الأسد وحكومته في سوريا. فيمكن أن يكون هناك حلف عسكري، بمعنى حلف حيادي. هذا الحلف العسكري لن يتواجد إلا في ظروف معينة. ربما أيضا روسيا وإيران تحترمان القيم الإسلامية وتدعمان فكرة أن احترام الإسلام، ولا ألا يكون هناك إسلاموفوبيا أو ظاهرة الخوف من الإسلام.